السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم هانيه، احوالكم على خير وبخير، كل شيء مزيان. جيت اليوم نشارك معكم واحد الكيكه بالشكلاط اللي كتجي رائعه وهماويه، وديال تحمير الكلوجات ديها معك للضياف، ولا لا جا عندك شي واحد اللي عزيز، وحتى الوليدات تجي زوينه، راه تيبغيو ما داكشي ديال الشكلاط. كنتمنى تنال الرضا ديالكم وتجربوها، وما تنساونيش من لي لايك ديالكم ولي كومونتير زوينين، واللي مازال ما دخلش للصفحه ديالي كنتمنى يدخل ويتابونا عندي ويفعل زر الجرس باش يبقى يتوصل بكل ما هو جديد، وبارطاجيوها مع احبابكم وصحابكم، وندوزوا للمقادير وطريقه التحضير على بركه الله. دابا نبداو على بركه الله، نديروا غنذكر لكم المقادير وفي نفس الوقت نديرهم. غادي ندير 4 د البيضات، نضيف عليهم كاس ديال سنيده، وغادي نخلطهم وندير حتى دانون في خطره، ها هو دانون فاني. نضيف كاس لارب ديال الزيت، وهنا عندي 3 ديال المعالق ديال الكاكاو، وهنا عندي شاصيه ديال الفاني. انا ضفت المكونات كاملين ونخلطهم مزيان، وعاد نضيف الباقي. هو من بعد ما خلطت المكونات مزيانين، هانتوما غنبقى نضيف الدقيق، غنضيف 2 كيسان ونص نتاع الدقيق، ها الكاس الاول. ها الكاس الثاني، ونزيد نص كاس، هاي نص كاس، ونخلطهم. هنا كنت نسيت قبيصة الملح، انا ضفتها صافي، ونخليهم يتخلط الطحين مزيان. دابا نضيف 2 معلقات ديال الخل، نضيف 3 ديال الخمارات، صافي نخلط تخليطة خفيفة ونديرها في المول. أنا حولتو دابا لهاد البول، صافي نخلط هاديك الخمارة مزيان في وسط الخليط، صافي نديرو في المول. هيا شوفو هيا الشكل ديال العجينة كيتاجي، وهنا راني دايرة الفران تيسخن على 180 درجة، نديرو من التحت ومن الفوق حتى تاخذ وقتها نتاع الطياب. ها هي غنضيفها مع سطح العمل واحد شويه باش يطلعوا دوك الفقاعات، صافي نخشيها للفرن طيب، ومنين توجد نشاركها معكم وندير المراحل اللي باقيه. ها هي من بعد ما وجدتنا الكيكه ديالنا، ها انتما شوفوا كي تجي مفشفشه، راني خليتها بردات شويه. دابا غادي ندير هنا نص سطرو ديال الحليب، نزيد كاس نص سطرو كاس، ونضيف 3 ديال المعالق ونص ديال مايزينا، ونضيف 2 شاصيات ديال الكاكاو، ونضيف
شخصية ديال فلون شوكولا. ندير 3 د المعالق ولا 4 ديال السكر سنيدة. ها الاولى، الثانية، الثالثة. صافي نخلطهم هكا على البارد حتى ينسجموا كاملين، نردهم فوق البوطة حتى تعقد لنا كيشكل الفلو، وعاد نديرها في المول. هنا راني نشفت المول اللي درت فيه الكيكة وخليته على جنب باش نولي ندير فيها ديك الكريمة. أيا من بعد ما غلات لنا دابا نخويها في هذاك المول. نعمل الشكل هذا ونولي نرد الكيكة في وسط منها. هيا من بعد ما درتو دابا نولي نقبض هاد الكيكة ونولي نردها لبلاصتها. هاكا نبقى نبرك حتى تبان لي هاديك الكريمة طلعت مع الجناب بهذا الشكل. هذا نبقى نورك عليها تطلع مع الجناب نيشان. صافي ونغطيها ونخليها تبات لنا، ولا انا دابا راه درتها بالليل ونخليها تبات حتى الصباح ونديمو ليها من لهنايا. واللي مزروب عليه يديرها ويخليها واحد ساعتين ولا ساعة يولي يحيدها. هيا من بعد ما وجدات هذا الشكل اللي كتجي عليه، هي جات على هذا الشكل هذا. هانتوما راه تجي زوينه. انا بغيت نقطع معكم شي طريف تشوفوها كي جات من الداخل. ساعه ما بقيت كندير دايها لشي ناس جايينهم الضياف وقالوا لي وجديها لنا، عليها ما بغيتش نقطع نديرهم صحيحه. كنتمنى تنال الرضا ديالكم وتجربوها، ولا جربتوها ما تندموش، راه تجي رائعه وهماويه وبالصحه والراحه. والى فيديو اخر ان شاء الله.